السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم حبيباتي، وحشتوني جدا جدا. شكرا لكل الناس اللي سألت عليا، معلش شوية تعب كده، وإن شاء الله تعدي على خير. النهاردة هنكمل الجزئية دي ونقفل البلوزة. الجزء الأول بتاع البلوزة هيظهر على الشاشة دلوقتي، والجزء التاني هيظهر برضو بعديه، وهحط لكم في صندوق الوصف، وهحط لكم في التعليقات التعليقات اللي هو اول تعليق تحت الفيديو، اللي هو الوحده نفسها وطريقه التشبيك وطريقه تفريغ البلوزه نفسها، وفي الاخر الجزئيه دي والكنار اللي تحت. طبعا انا مش عاملاها طويله علشان زي ما قلت انا كنت تعبانه وما كنتش قادره طبعا ان انا اعملها طويله، بس هي نفس الفكره، هكملي على كده. في ملحوظة علشان في جميلة بعتت لي برضو كتير، اللي هي كانت طالبة بلوزة في الأساس، لو انت عايزة تنزليها على واسع بس مش واسع قوي، هتعملي ايه؟ هتيجي في الجزئية دي، تمام؟ انت كده نزلتيها تنزل ايه؟ انا بالنسبة لي البلوزة دي واسعة اهي، اقول كده واسعة، فعشان واسعة عليا، فعشان كده انا مزودتش تحت كتير. مش عارفة يبينها لكم كده، ناصي ماشي، فهي مش واسعه، قصدي واسعه، هي واسعه عليا، فانا مش هوسع عن كده. في بنات بقى جت عندها يعني هنا من هنا لهنا يا دوبك على القد، فده هيخلينا ان احنا عايزين نوسع من هنا شويه. عايزه توسعي هتعملي ايه؟ هتيجي هنا، اول سطر ده هيفضل زي ما هو، تاني سطر هتعمليه هنا، بنعمل صدفه عمودين سلسلتين عمودين، هتعملي في الدور اللي بعديها فوق الاعمده كلها حتى اعمده الصدفه عمودين سلسلتين عمودين، يعني حتى اعمده الصدفه تعملي فيها اعمده، وهنا فوق اعمده الصدفه تعملي فيها فوق كل عمود عمود، في الفراغ هتعملي عمودين سلسلتين عمودين، تمام؟ عايزه بقى اوسع هعمل ايه؟ اروح جايه هعمل فوق اعمده الصدفه القديمه، يعني مثلا الدور ده هعمل فوق اعمده الصدفه القديمه كل عمود من اعمده الصدفه عمود عمود، وهنا عمود عمود، وهنا هروح عامله ثلاث اعمده سلسلتين ثلاث اعمده، خلاص؟ هاجي دورين ارجع تاني للوضع الاولاني اللي هو عمودين سلسلتين عمودين مش ثلاث سلاسل، وتعديها عمودين سلسلتين عمودين، طبعا فوق كل عمود، يعني بس هنا فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود. عايزه بقى اوسع اروح عامله ايه؟ مثلا عملت في الدور الثاني ثلاث اعمده في الصدفه، هنا الصدفه عمودين عمودين، هنا الصدفه عمودين عمودين، في الدور اللي بعديها اعمل ثلاث اعمده سلسلتين ثلاث اعمده، وارجع بعديها اعمل عمودين سلسلتين عمودين عمودين سلسلتين عمودين. ده هيعمل لك ايه؟ على رأي صديقتي يعني عينك ميزانك، ده معنى ده هيخليكي ال اسمها ايه، الواسع بتاع البلوزه هيطلع على خفيف. بص هيطلع على واسع على خفيف كده اهو، زي على قفازيه كده، مش كلوش، خلاص؟ عايزه كلوش هتعملي سطر وسطر، سطر فيه تزايد وسطر لا، سطر فيه تزايد، بس هتبقى واسعه منك قوي، وده لو انت عايزه تعمليها لطفله، لكن لو على الكبار هتاخد منك كتير قوي شغل ومجهود، ولما تيجي تسعريها هتلاقي برضو ان انت كتير. فهي عايزه على قفازيه زي الصوره بالظبط، هتبقى تمام، خلاص؟ هتعملي سطر تزايد وسطرين لا، سطر تزايد وسطرين لا، هتلاقيها وسعت معاكي على خفيف. اعرف امتى ان انا محتاجه تزايد، لان ايدي غير ايدك، شغلي غير شغلك، اسمها ايه، الابره غير الابره، في ناس ايديها ماسكه في ناس ايديها شده، ده بيفرق. فانت دلوقتي طول ما انت شغلك ماشي، بصي طالع، انت كده شغل مستقيم اهو كده، ده طالع واسع على خفيف كده اهو، يبقى انت كده ماشيه كويس. طبعا انا لسه هوريك الحته اللي تحت دي. لو انت شغلك حسيتي وانت شغاله ان هي الحته دي عامله كده وبدا يلم لجوه قبل ما يبدا يلم، يبقى عارفه انت تزايد. يعني بصي انت ماشيه كده، مجرد ما حسيتي ان هو ينزل ستريت مش نازل على بره كده، تعرفي انت لازم تعملي تزايد. يعني مثلا لقيتيه نازل على ستريت كده، يبقى انت كده محتاجه تزايد، لقيتيه طالع على بره على واسع، يبقى انت كده في التمام. اهم حاجه ما يبقاش في حتت بروزات من هنا، خلاص؟ تمام، كلكم هتوروني بقى ان شاء الله ايه احنا هنعمل ايه. رغينا كتير، نبدا بقى نشتغل ونقفل الجزئيه دي، بس انا حبيت اوضحها لكم علشان الجميله اللي كانت بعتت لي، انا بعت لها وظبطت الحمد لله بلوزه وكل حاجه، بس عشان ايه يبقى كل عارف. هنعمل عقده بدايه هنا اهو، هاجي هنا اهو
في أول عمود من السبعة. بصي اهي انا عملهم كلهم بس سبت لكم واحدة هوريها لكم. هنا دي السبعة كده في بوز السبعة دي. خلاص انا عملت البلوزة ها عشان محدش ايه يبقى لسه على الخط. هسحب دي كده هعمل تلات اعمدة تلات سلاسل سوري. واحد اتنين تلاتة. هاخد لفة هفوت عمود وفوق العمود اللي بعده هعمل عمود سلسلة. هفوت عمود وفوق العمود اللي بعده عمود سلسلة. هفوت عمود وهعمل فوق العمود اللي بعده عمود سلسلة وهكذا لغاية ما اوصل فين. برافو. لغاية ما اوصل في الجزئية دي سلسلة. هسيب عمود وفوق العمود اللي بعده عمود سلسلة. هسيب عمود فوق العمود اللي بعده عمود. هكمل لغاية ما اوصل لي هنا. طبعا انت هتكملي على حسب اللي عندك لان انت لو عاملة تزايد طبعا عدد الاعمدة دي هتزيد معاكي. فانا مش هينفع اقولك كم فراغ عندي. انا هقولك كم فراغ لو انت شغالة زي بالظبط. لو انت عاملة تزايد هيبقى عندك عدد الاعمدة اكبر. تمام. انا عندي فراغ 2 3 4 5 6 7 8 واللي معايا ده 9. هنا ده العمود الامامي. هعمل اسيب قبليه عمودين اهو. ده اخر عمود هعمله اهو. انا سبت هنا سلسله عمود وعملت فوق اللي بعديه. هنا عندي بتبقي عمودين قبل العمود الامامي. هتجاهلهم وهاخد لفه اعمل عمود امامي هنا. هاخد لفه هتجاهل العمودين اللي بعديها على طول وفوق العمود الثالث هعمل عمود. بقت شكلها كده سلسلة. هسيب عمود فوق العمود اللي بعده هعمل عمود سلسلة. هسيب عمود فوق العمود اللي بعده عمود سلسلة. هسيب عمود فوق العمود لغاية اخر السبعة اللي معي. هي هتخلص بسرعة مش هتاخد وقت. في ناس مستصعبه الحته دي كتير بس هي سهله. هي اخر واحده عمود وده هو اخر عمود في الصدفه اللي هي عند الفراغ. بقى ده كده عملت لا المفروض هنا مش هعمل عمود هنا. مش هعمل سلسله هنا. اخر واحده دي مش هعمل فيها سلسله عشان يطلع خط مستقيم اهي. باينه تمام. اللي بعده هعمل ثلاثة سلسلة زي ما قلت لك. اول واحدة اخر واحدة ما عملتش فيها سلسلة في النص عشان يبقى خط مستقيم ما تطلعش على واسع. هتجاهل اول عمود باينة ولا ايه. هتجاهل اول عمود وفوق العمود اللي بعده هعمل عمود. وده ليه برضو عشان يبقى خط مستقيم باينة. هعمل سلسلة وعمود فوق العمود اللي بعده سلسلة. عمود 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 فوق العمود اللي بعده. وخلي بالك من الجزئية اللي جاية دي. عملت هنا ايه سلسلة. هعمل عمود فوق العمود اللي بعده. خلاص. قبل هنا ده العمود المفروض كان امامي من هنا. خلاص بقى قدامي كده خلفي عشان احنا فين الشغل. هتجاهل العمود اللي قبليها على طول وهاخد لفه وهدخل. احنا في ظهر الشغل كده فهدخل كده وارجع العمود لورا واخد لفه هعمله عمود خلفي. ليه؟ عشان لما اجي من قدام الاقي كله عمود امامي. خلاص. هاخد لفه هتجاهل اول عمود بعديها واخد وادخل فوق العمود اللي جنبيه واعمل عمود كده. انا تجاهلت العمودين دول. واضحة. هعمل سلسلة عمود فوق العمود اللي بعده سلسلة. عمود فوق العمود اللي بعده سلسلة. عمود فوق العمود اللي بعده. طبعا انا هوريك واحدة وانت هتكملي الباقي على كده سلسلة. وهعمل عمود فوق العمود اللي بعده
سلسلة عمود فوق العمود اللي بعده. هتجاهل لسه هعمل دي في سلسلة، هعمل عمود فوق العمود اللي بعده، هتجاهل العمود ده وفوق العمود المايل الاخرين ده هعمل عمود. تمام، ثلاث سلاسل وهنلف الشغل كده. بقينا قدام هاخد لفة، هتجاهل اول عمود عندي، هدخل فوق اللي بعديه واعمل عمود كده. بصي تطلع مستقيمة معاكي، فهمتي بقى بتطلع ازاي كده؟ سلسلة، يا رب تكون ايه خدتي بالك. هنعمل عمود فوق العمود اللي بعده، سلسلة، عمود فوق العمود اللي بعده. انا عارفة انا بكرر الجزئية دي بس عشان تعرفي انت هتعملي معايا لحد فين. خلاص احنا ايه يعني، هي حتة صغيرة مش كبيرة. عمود فوق العمود اللي بعده، هاجي عند العمود ده كده، هتجاهل العمود اللي قبليه على طول واعمل عمود امامي عادي، وبعدين هتجاهل العمود اللي بعديه واعمل عمود فوق العمود اللي جنبه. باينة؟ هعمل سلسلة، عمود فوق العمود اللي بعده، سلسلة، عمود فوق العمود اللي بعده، سلسلة، عمود فوق العمود اللي بعده. لسه في كام واحد؟ لسه. سلسلة، عمود فوق العمود اللي بعده، هتجاهل اخر عمود وهعمل اللي هو اللي قبل الاخير، وفوق اخر عمود هعمل عمود على طول من غير سلاسل. تلاتة سلسلة، هلف الشغل. هما خمس سطور بس على فكرة. هتجاهل اول عمود، فوق العمود التاني هعمل عمود، سلسلة، عمود فوق العمود اللي بعده، سلسلة، عمود فوق العمود اللي بعده. هاخد لفة، هتجاهل العمود اللي قبل العمود الخلفي الامامي، يعني هو دلوقتي خلفي ليا بس هو امامي، هدخل كده وارجع لورا كده واخد لفة واعمل عمود خلفي، واخد هتجاهل العمود اللي بعده وفوق العمود اللي جنبه على طول هعمل عمود. وده شكلها باينة ولا ايه؟ تمام تمام. سلسلة، عمود فوق العمود، سلسلة، عمود فوق العمود، هتجاهل اللي هو العمود اللي قبل الاخير واعمل فوق العمود اللي جنبه على طول عمود. ثلاث سلاسل، اظن بقى خلاص عرفتوا. لو حتى عندك سلاسل كتير هتلفي الشغل. خلاص هتجاهل اخر عمود وهعمل عمود فوق العمود اللي جنبه، وهتجاهل العمود اللي بعده واعمل عمود امامي على طول. هتجاهل العمود اللي بعد العمود الامامي واعمل عمود هنا اهو، واروح واخده اسيب العمود ده وهنا هو اروح عامله عمود. وانا خلصت، عملت كام دور؟ 1 2 3 4 5 بس. بس ده عشان انا بتاعتي ما فيهاش تزايد. المفروض ان انا هنا في الجزئيه دي هقطع، تمام؟ بس انا مش هقطع عشان انا خلصت. يعني انت بصي، هتقطعي الخيط، هتقطعي الخيط وتعملي المثلث اللي بعديه، هتقطعي الخيط وتعملي المثلث اللي بعديه. بس انا عشان عملت المثلثات كلها هبتدي لكم بقى في الكنار اللي من تحت. هبتدي اعمل هنا بقى وانا واقفه 3 سلسلة بدل اول عمود، وهاخد لفه العمود اللي مايل ده هعمل فيه 2 عمود زي ما يكفي معاكي، يعني عشان ايه ايدي غير ايدك برضه. في الفراغ اللي هو الحشو دي هعمل فوقيها عمود، مش عايزين نزود الاعمده علشان ما يطلعش على واسع من تحت. هنعمل في العمود المايل ده هنعمل عمودين، ونحط الثالث، ونعمل فوق الحشو حشو عمود. خلاص العمود اللي بعديها هنعمل فوقيه عمودين، يعني عمود هنعمل فيه 3 أعمدة وعمود هنعمل فيه عمودين. وعلى رأي صديقتي عينك ميزانك، هي عارفة نفسها. خلاص اهو، يعني مرة هعمل عمودين وبعدين عمود فوق الحشو
وبعدين مره ثلاث اعمده وعمود فوق الحشو. ليه؟ عشان ما الاقيش الاعمده كترت مني فجاه خالص كده. هكمل لغايه اخر السطر. هنا عند الجزئيه بتاعه الصدفه الثمانيه، عشان بس ايه لفتت نظري فقلت ايه اكملها معاكم. العمود اللي قبليها ده هعمل فيه عمودين، فوق الحشو هعمل عمود، جوه فراغ الصدفه هعمل اتنين عمود. فوق الحشو اللي هي العمود اللي بعديها ده هعمل عمود، وبعد كده اكمل عادي ماشي، عشان بس تبقي ماشيه معايا مظبوط. هنا في الجزئيه اللي هي بتاعت عمود امامي والعمود وعمود، هعمل فوق العمود اللي قبليه العمود الامامي عمود، فوق العمود الامامي هعمل عمود، فوق العمود اللي قبليه هعمل عمود، يعني همشي هنا عمود 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 عادي. الاعمده المايله كلها مره عمودين، وفوق اللي هي الفاصل عمود، ومره تالت اعمده وفوق الفاصل اللي بعديها عمود. هنا في الصدفه في الفراغ اللي قبليها عمودين، فوق العمود عمود، في الفراغ عمودين، وبعدين في الفاصل اللي هي الحته اللي هي الجزئيه دي عمود، وبعديها في الحته الفراغ اللي بعديها عمودين، وبعدين عمود اللي هو في الفاصل دي، وبعدين ثلاث اعمده كده عمودين ثلاث اعمده لغايه ما اخلص السطر كله. السطر اللي بعديه هيبقى عباره عن اعمده برضو، عمود فوق كل عمود عادي خالص. هي بس عشان الفكره يبقى شكل الفستان من تحت ما يبقاش كامل اعمل كده، يبقى مهندم كده. يا رب يكون الفكره وصلت لكم ويكون سهل عليكم. انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ازاي اعمل مقاس كبير او مقاس اصغر او مقاس اصغر، ازاي تنقصي او تزودي لو انت عايزه لاي مقاس. وقلت لكم في الفيديو بتاع الوحده الاساسيه لو انت عايزه تعمليها بطانيه او تعمليها مفرش او تعمليها ايا كان هتتعاملي ازاي، وهتعملي كام وحده لكل مشروع. انا قايله كام وحده وكام من الاب من كل لون، قايله هنعمل يعني هنعمل كميه الوان قد ايه، يعني مثلا هتجيبي بكره كذا وبكره كذا وبكره كذا عشان تبقى عندك مستوفيه كل حاجه. لو انت عايزه الفيديو ده او الفيديو ده او فيديو البلوزه او اي حاجه قولي لي في التعليقات وانا احط لك، لو انت مش عارفه توصلي له. عامه انت هتلاقيهم كلهم ورا بعضيهم فهيبقى سهل توصلي لهم، بس برده لو ما عرفتيش توصلي قولي لي وانا احط لك في التعليقات. لايك وشير الفيديو، بحبكم جدا وعايز اشوف تطبيقاتكم الجميله. انا مستنيه كل الجميلات اللي اشتغلوا البلوزه عشان يقولوا لي رايهم ايه، واستني في مشروع جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.